السلام خوتي خوتي، ان شاء الله جينا في تمرين جديد اللي هو الميتري ديال الفيراياس على واحد السميل ايزولي. بزاف كانوا طلبوني باش ندير الميتري ديال الفيراياس، كنتمنى انه تفهموا واحد ساهل بسيط بزاف. غنحسبوا ميتري الفيراياس ديال هاد، نحسبوا الفيراياس ديال هاد السميل اللي عندنا بالكيلوغرام، شحال خصنا ديال الفيراياس. اول حاجه كنحسبوا لا لونغور ديفلوبي. هنا في التمرين كنعطيكم سميل لا كوب ديالها والفي اون بلون ديال الفيراياز اللي يقدر يعطيكم غير هاد. اولا عندنا كنحسبوا لا لونغور ديفلوبي، لا لونغور ديفلوبي ديال اش ديال لي ان ولي دو. الى لاحظتوا حنا عندنا كاري سميل كاري متر 10 متر 10. الوغ ال اي هو ال ال اي ال اي لا لا ال اي واحد هو ال اي جوج، يعني انه كون كانت عندنا متر 10 على متر ونص ديك الساعه غنحسبو كل واحد بوحدو. الو ليكتو الو لونغور ديفلوبي ديال ال اي واحد ال اي جوج شاي يساوي لينا هو هاد. نحسبو هذا عندنا السميلة فيها 110 ياك، وعندنا واحد لوغو باز هنا ها هو فيه 5 سنتيم من هنا من هنا. الوغ متر 10 نقصو منها 5 سنتيم 5 سنتيم هي 10 سنتيم. الوغ هي متر اللي غتبقى لنا، اذا متر 10 ناقص 10 سنتيم. غنزيدو عليها هاد لي غوتو هاد هادي وهادي. هنا عندنا 30 سنتيم، اذا متر زائد 30 و 30 هي 60، اذا 0.60 متر. قدروا ما يعطيوهاش ليكم في شي تمرين، ولكن انت مثلا عندنا هنا لاوتور ديال سميلة السي، حنا ناخدو شوية فوق من النص 25، ناخدو 120 30. إذا لا لونغور ديفلوبي كيساوي ليا مترو و مترو و 60 متر. دابا غندوزو نحسبو لي نومبر ديال لي بار اللي عندنا ان بي. نومبر ديال لي بار كي غادي نحسب كي غادي نحسب النومبر ديال لي بار. هنا قلنا السميلة فيها متر 10، الو غنحيد لو باز لو بقى لي متر، اذا متر متر مقسوم على شنو؟ على لي سباسمون. لي سباسمون شحال عندنا هنايا؟ 15 سنتيم، اذا متر على 0.15 ياك زائد واحد. هاد زائد واحد انا غنوريكم علاش درت زائد واحد، تقدروا تكونوا عارفينها واللي ما عرفش انا غنوري. اذا واحد على 0.15 هي 0.66، اذا 7 زائد واحد الوغ 8. اذا لو نومبر كيساوي ليا 8. حنا لقينا لي نومبر علاش زائد واحد. مثلا عندنا واحد داير بحال هكا، عندنا هنايا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، راه هنا سبعة ديال لي بار. كيفاش نخرجهم؟ مثلا عندي شحال من اسباسمو هنا؟ واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، عندنا ستة لي زيسباسمو. إذا درت ستة زائد واحد شتساوي ليا هي سبعة، إذا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ديال لي بار. ملي كنبغي نحسب لي بار كنزيد واحد لسباسمو ما كنزيد حتى شي حاجه. دابا غندوزو للطابلو ديال الفيراياج. الوغ دابا دزنا الطابلو ديال الفيراياج باش نحسبو البوا ديالنا، البوا توتال ديال الفيراياج. عندنا ديزينياسيون، عندنا السوميل، حيت حنا خدامين اكزامبل في السوميل، تقدر تكون سوميل بوطو بوتر هما شحال غيعطيوكم. المهم السوميل، بالنسبة للسوميل الاي واحد و الاي جوج، غنحسبو الاي واحد و الاي جوج. عندنا لينيتي كيلوغرام البارتي، يعني شحال من سميل عندنا. عندنا هنا وحدة إيليمون، يعني شحال من البار اللي لقينا قبيلة 16، حنا قبيلة شحال لقينا؟ 8 ديال لي بار، يعني 8 ديال لي بار غير هاكا اللي كنشوفو هنايا ياك، غير هادو اللي كنشوفو هنا، كاينين 8 آخرين هنا حيت هادي كارية، إذا 16 البار. لونغور ديفلوبي 1.60 كيف ما لقينا قبيلة. هنا عندنا تي 12 حيت كنخدمو بتي 12 لي بار ديال تي 12. الوغ كيفاش غندي نحسب؟ عندني 16 لبرا كنضربها في سميلة وحدة، حيت عندي سميلة وحدة نضربها في
لا لونغور ديفلوبي 15.60 غتساوي لي 25.6. 25.6 هو اللونغور توتال. هنا كما قلت لكم عندنا غير واحد، حيت ما عندناش بوطو بوتر اللي ولا تي ديال 10 ولا ديال 14 باش نجمعهم كلهم، نخدمي في اكزومبل واحد. اذا هي 25.6، كان هنا واحد اخرين غتحطهم لو بوا بالمتر لينير. كنشدو هادو تكون معطيين، لو بوا بالمتر لينير تكون معطي. في حاله انه ما عقلتوش عليهم اش كديروا؟ كنديروا دي وكاري مقسومة على 162، بحالاش دي هي 6، دي الديامتر يعني 6 وكاري مقسومة على 162 غتساوي لنا 0.222. نطبقهم عليهم كاملين. الو البوا كيمي يعني البوا ديال كل وحدة، هادي اضربها في البوا بالمتر ليني ديالها، خرجلك 25.6 لونغور توتال، اضربو في 0.888 غتخرجلك 22.73. كيف ما قلنا عاوتاني وكان عندنا تي 14 كنا غنضربو في 1.290. المهم لو بوا توتال، الوغ لو بوا توتال اللي خرج لينا هو 22.73. كون كان عندنا الديامتر الاخرين كنا غنجمعهم كامل ونحطهم هنا. الوغ هذا هو غير حيتاش طلبتوه مني بزاف، اللي شفتهم طلبوا مني انا المتر الفرايات. حنا درنا واحد ليكزومبل صغير بزاف ديال السميلة، واحد لا سوميل غنديرو لها المتر الفرايز ديالها، نشوف شحال غيخرج لينا. خرجنا في الاخر 22.73 كيلوغرام.